بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة العالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته ومغفرته إخوتي وأخواتي، إخوتي في العقيدة، إخواني وأخواتي، الله سبحانه وتعالى هيدا بركيه. وبرنامج كني براء صحابي أن مروا البكوس وقالن جرني صحابي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كم ده تاريخ اللوت كيسي أنا كأمد أبي دامينيني هذا يجرب الآن مس إن جاه هيد إن الصحابة وحكوا قانو وحين قصر شكيني أن أفرت الخليف مارت أمد أن هجان كأسو هيسي كدي وحأسو جد مني طبعا كإله سبحانه وتعالى جناد أقول بشاري كدي وحأسو جد من الصحابة كلام صحابي جليلة وأهدي أدو قيمة بدن يعني ما أنت إذن هي تاريخ لسه بالحقيقة والصحابي تاريخ دي سؤاد يأد إيه وينتهي بالحقيقة وحنا كوغ عنده أنت الدلوع ذا مركي أنسيد احتباحنا وأنسيد احقل وركي سي شك معانكيس صحابي كان إسلام نبي سقفكو حنكم بلامي نمر والبو كيف كان إسلامه سوكسو إسلامي صحابي كان وحكم ذها نبي عليه الصلاة والسلام وحوقو أن صدقينو ورق وراق وقره ذاتكي مركاس أنا ما أعرف اللغة العربية كهذا جرين عجمتي أسوء ولبا هدف كيسوء ها إن الإسلام كقاتان والدين خير والنبي عليه الصلاة وغيره مركا سديد والقضاء بوضتك وكل الدري ملوك العربي والعجم نذكر مركا إسلام كلويري وحكم دها بقر كان ثمام اللي رادوا نب بقر وآد لوقي ما يهربني حنيفناها ولبا آد ياد عربتنا أيوة الرق ما أعرف أقوله بيستانو نين آدو قيمة بضبوها وسيد من سادات بني حنيفة وها المرموقين سيد رجي ري بني حنيفة فرقو تنس كأها ولي بس هذا جارك لو ما أردت لو إيه جي يكمل ده ما أردت سحابي كان جليل كه وها إسلامي دي سحاب ويسدو كي يدون حقا شرح دونا إن شاء الله تعالى وحاول ليه هاي مر على مر كان ورقد النبي عليه الصلاة والسلام مركو هلو حاليري وإسكلوين هذا بل وحبا قوان كو جاري إنه طورة ورقد داس ونق جلق والسينين فأسمى أذنيه عن سماع الدعوة الحق والخيري نجوه كعوف يستي إنه مغلو خير كان يبش بشت يبراقود النبي عليه الصلاة والسلام وباقي حق أنكو قاري إنه سنجس بل هدف كيسي سكوب بدلي وجيت كيسي إنه النبي عليه الصلاة والسلام وبدولان كسو قاده أضي أحد من عمامه هذا الرئيس كمده بلت لحير نور وحاس وحكوه في عن معها إسكجاء مصبير النبي جاس النبي نيكا النبي نور الشجاني حدات راعي سن الراع بل كيوان دلي يا الدولان بكو قاضية كونوا قمت تليين بيوري تاسنا تلوكوا قمت سيين كانوا جوك بيوري فنجى الله نبيه من شره إله سبحانه وتعالى أساء النبي سنة أبا لنقاضه وكان جيب شرتي سماما إيا هدفك إيا أجددي أولها إنو النبي عليه الصلاة والسلام كولاد ديرونه لكن سماما أثال وحا عن هل كان بالآبنين على ود النبي أقب عليه الصلاة والسلام كميسون أكان نبي عليه الصلاة والسلام صحابة الكرام نبي مارتي وددي يمش يوضيقاته أتلوا من رقي قاتي يونحض أبقاله رك فرب بدن بولاي صحابة كمدة على ودي ونبي وهاي يرجع عن كرد الكوفي نب نبات وين بعد عضي نبي عليه الصلاة والسلام ومركز كحكم يحير عد على عدي ثمام على تا تير مشي كوارث كدلة هذا الكاس النبي علامي صلاة ربي وسلام عليه وحال يرى هذا لم يمضي على ذلك لو إلى وقت وقت فرب بدن بأرنك كمسو ورجن إسلام مركب واحد عضي إنه عزم ثمام من الثاني على أداء العمرة إنه عمره سوقت أي كل خاقي حسنا ما أنت عمره سوقت الصومارت لأنه وحي أهايين قالت واجه جرتين يتبركون أسنام الكعبة أسنام كعبة تالوي سوبر كسنجرين ودين النبي إبراهيم بوهاب قلدانة أي الدين أهان مكاس إلهي ونوهيس لكن يحمل كمجرانو وحيه السيوح قلدان وأي نبي إبراهيم السلام لما عبد عيدو لقاونا كعبة هلا ضوافه مرنا ومنهن لكن أيوك وحاس وحي أسمياني قار كود وحي لهايين ليقربون إلى الله زلفة إله من أود واننا ثم بن أثال مركة عبادة أهان أي مركة أسوة السعودي وقام بو حكو قاري إنو كعبة سؤاد ثم ابن أثال أسوة نحن السيما رايو باقع أنت وحا كل قي عيدة مدي النبي عليه الصلاة والسلام إيه سردونك أها أوليبا أيكو مارتي مقالة مدينة هريري هيدا إيه مارت وحكا بعد قوميان أي وحي قع أنت كل قيين ثم ابن أثال ميسن قرينين أقون أملها أيكو نقل قبطة نيكي ويسوك حيين سرايا من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهيين يعني ما أردت قيب كم إذا عيد مدى النبي عليه الصلاة والسلام إيه سهن كأها إيه مركي مركي سوق بتين مسايد كنبي عليه الصلاة والسلام أو أها ماشة مركز محابيس الله كيانو ندك الله قد دوي عيد مدى الله كان روح البابا أي تير كتير مت كم إذا كحر النبي عليه الصلاة والسلام بل فيري ماشة ولا ليال سيف يعني لسعو نكاس
nabiga muxuu ku xukumay? Dil buu ku xukumay marka hore, waayo rag badan buu la cadaawa meesha muuqatay. Markuu nabiga isha saaray ayuu wuxuu ku yidhi saxaabadii ridwaanullahi calayhim, atadaruuna man akhadtum, war ma garanaysaan ninka gacanta kugu jira gacantiina maanta haysaan? markaasu waxay dhaheen qaaluu laa ya rasuul allah sal ly slam, nabi allow garan mayno. markaasuu yidhi haadaa thumaam, kani waa thumaama ibnu uthaalin alxanafi. nabiga markiiba kelamaduu bixiyay fiiri, fa axsinuu wanaajiya, waa boqor, sidii boqornimadiisi baa lagu qiimeeyey. nabiga calayhi salaatu wasalaam markiiba wuxuu u dhaqaaqay gurigiisi, ma dhihin cunto siiya iyaka, kumuusan aaminin nimankii gacantiisa ay maaragtay saxaabadiisa kumuusan deen gacantoodiiya. nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu gurigiisa ku laabtay ayuu yidhi maanta waxaa gacanta lagu soo dhigay thumaama ibnu uthaalin, ninkii boqorkii reeyamaama ee hala wanaajiyo. waxaa loo soo lisaa la yidhahdaa hashi nabiga calayhi salaatu wasalaam. eeg maxaa loo soo lisay hashi nabiga calayhi salaatu wasalaam, waa la sooray, waa la soo dhaweeyey. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ma dhihin ninka kan miya ahaa, waa ninkii saxaabada le qortaa laga jaro uma ninkan baa daawanaysaan weli si haystaan, bal fiiri soo dhaweeya. islaamku waa diinteena, waa diinu islaam, ma huwa islaam, islaamku waa nabadgelyo. laakiin haddii magacii la bedelo oo magac si kale loo isticmaalo oo dadkii lagu qaldo biismi islaam adigoo muslim sheeganayo islaam ah inaad haddana islaamkii ummadda ku dishid, diintu ma qabto. waxa gacanta lagu dhigo waa gaal, waay weliba gaalnimo maxaa u dheer, cadow wey, cadowgii muslimiinta ee ugu waaweynaa ee saxaabada leelayay ee ummadda kasoo horjeeday ayuu nabiga gacanta ku dhigay. laakiin nabiga ma ahayn qof dadka ka argoosto, waxaa layidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, weligii qof argoosa kuma samayn. marba hadduu qofka ka gacan sarreeyo libintiisuna ay sarreyso wuu wanaajin jiray. nebigu wuxuu yidhi ninka hala wanaajiyo, weliba cuntaha loo keenuu yidhi, cuntaa loo soo lisay, hashi nebiga loo soo lisay calayhi salaatu wasalaam, tiir, tiirarka masaajid ka mid ku xiran yahay. nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii markuu dhargay fiiriya, markii gacanta lagu hayay ee maxabuusta uu ahaa, weliba ninku waa naxsan yahay, dembiguu galana waa ogsoon yahay. nebiga calayhi salatu wasalam kamuusan nixin, interview kuma bilaabin, ma qalqalin, ma dhihi waa lagu hayaaye war ka duubo, bal qalqaliyo. wuu u kaadiyey jeer uu sugay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, ninka kani wuxuu ku dambeynayo. markuu dhargay ee uu nastay ayuu nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam, meeshuu kaga bilaaba fiiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh, maa cindaka yaa uthumaama, war thumaamow maxaa isla haystaa, bal ii warano warka isii wey. nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, thumaama nin caqli badan buu ahaa, marka waa maxbuus. wuxuu ku bilaabay nebinimo uma qarsano nabiga, yaa muxamed khayr buu yidhi, anigu khayr haye, hal kelimana u raaciya, weliba saddex kelima lia aad markaas dee ninka ragga marka adoo lagu hayo waa meesha soomaaliya ka tiraahdo haddaad dhamanaysa dhareerka laiska duwaa, waa la hayaa, waa maxbuus. haddana raganimadiisi iyo xoogaa awooddii uu maaratay uu muujinayo boqornimadiisa kama tanaasulin. wuxuu yidhi fa in taqtul taqtul daadamin, haddii aad idishid ogsoonow qur-aanje maada dilne nin dhiig laha dishi, horta kow meel ku qoru yidhi haye. wa in tuncim, haddaad ii magangasatid ood isoo dhaweysid oo barwaaqo soonanka hadda aad igu soo dhaweysid si ka wanaagsan ii samaysidna, tuncim calaa shaakirin, nacas ma ihiye nin caqli u saaxiib ahaan ahay abaalkana garto gudo, maanta gacantaada iga sarreysay, libintaada iga sarreysee, saad iila dhaqantaa, jawaabteedu wanaagsan baad iga helaysaa. qodobka saddexaadna muxuu yahay, wa in kunta turiidu lmaal, dee nin maxbuusaan ku ahay, haddii aad lacag iyo madax furasho laga rabana, fasal tucda minhu maa shiita, intaad doontay maanta sheego oo madax furasho eh gacantaa lagu gelinaya. waa saddex kelimo xaqiiqatan uu qof maxabiisa keliya kuma hadlayo, qof isku kalsoon oo haddii la dhimanayo dhareerka laiska duwaad ereyga ahaa isticmaalay wey, walow uu gaal yahay, diinta ma aaminsano, gacantuu ku jiraa. carabtii waagaa jirtay nabil xaqiiqa, xataa jaahiliyadii waxay ahayn dad isla weyn, xataa abu jahal marka laga hadlay walaalyaal isagoo la dilayo oo qoorta maaragtay ay dileen qaybo ka mid a saxaabatu lkiraam ridwan llahu calayhim, ayuu wuxuu yidhi adigu tolkayga ma tiida mid reehebal ay ugu yeer hay dileen. marka waxay ahayeen dad xoogaa isla qabweyn bay ahayeen. si kastaba ahaatee nabiga calayhi salaatu wasalaam ma dhihin tojri, hala cadaaba ma dhihin, hala karbaasho ma dhihin, habeenkii hala maaragtay loo soo dhuunto si looga hadashiiyo ma dhihine. nabiga fatarakahu salawaatu rabbi wasalaamu calayh, uu iskaga tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. weliba wuxuu yidhi cuntadiisa ha loo geeyey, yutaa lahu bitacaami washaraabi, waxaa loo geeyey cunadiisii cabidiisii oo weliba caanuhu cabaya waa hashi nabiga calayhi salaatu wasalaam salawaatu rabbi wasalaamu calayh. wamaa axsana, bal akhlaaqda nabiga xaggee naga marta,
أخلاقنا نبيه حكينا جمرت ولايال وحلاقي يا بابي اسم مسلم قف ولال كاء أو مسلم كده هذا قالك على الناي أو مسلم أو توحيد ككل قري أو إلهي النبي آمسن أو إلهي كل جي آمسن أو رب نبي محمد رسولك إلهي هي آمسن بوا حلاقي يا باب لأجل الدنيا إن تكدش إلهي سبحانه وتعالى قرآن يسمح كله من قتل نفسا قفك نفدلا فكأنما قتل الناس جميعا ابن آدم كدوك سارنا ننك واحد ولا مديه وحد قرنا سانت صلاة إنسان يا كوبا وقت النبي عليه الصلاة والسلام دولان بيس حافظ كجرين وإذا قال لما يين نين حق قالك السوجيدي بامرك يسافت كتبت وحير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لبس صحابة كويبت إن الدلان بيدونين متكمده صحابة دي وبحصدي متكي كالي وصوبحي قرتو كجرين كلمة نسمع على سعدة. مركو قرطة كجري أي صحابة مركي النبي يوجي ورك النبي قال له حين هن ما أنت صحابي جاس وحقرطة كجري أودري نتو حيت سنة عشان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كهاي. النبي عليه الصلاة والسلام موسى هين قف دق دقه مركي مو رئيس بل إيه ورب يوري النبي الله وارون صلوات ربي وسلام عليه النبي الله وارون لكن وحو كو غبري هبل بودري هبل بودري هبل بودري هبل بودري مر على على مركه سيفته كو تبيت عبسي وعبسريو وحو يري اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله احبائي واخوتي في العقيده ولا لهي مسلمه نغا دخيسو كو توحيد كنغا دخيو كو الله سبحانه وتعالى كلغي امسنه بل كلمه النبي ويلا قيميه النبي عليه الصلاه والسلام كو يري اشققت قلبه ورمعديا كل دلاعيي ما أدري أكل بندلاي ما أدري جوده أقولي إنه كوج بري لا إله إلا الله نكاس إله مسجود صلاة ما تكرين مسومين عبادة ما سمينين بل نيجي سيفتي سنكاس للدلي نيجي مسلمين وكلنا يا ولك دعاني قعنتي سوى قعنك نيجلوي نيجو قعمك كل جرا بل بحرمة لا إله إلا الله لا إله إلا قيمها إلا ذا يقول على يلو بحرمة لا إله إلا أويري وربي وقرئين وكلية هاي والله ما ربي إني جرير وآمسي هاي إله النبي وآمسي هاي فهو حد عضي إن ليرهدو أشققت قلبه قلبي قيس ما أذيها كلا دلعي ما أذيها كلا باندالي ما أذيها ساكو سمي الله أكبر وحد عضي مركب ولا ليالو سبحان الله العظيم إنو النبي عليه الصلاة والسلام صحابي قاس وكيري ويرد والله وبالله وطلع وحانقو عن صدي إنا نمانت إسلام ما نغضو يا إن ما أنت إسلام نقوله أيها القوم السولي صحابي جيل كل العالم نلفيري سدوا قيمها بنا يدين تنادى عن حنيف كأ أي ونكسن سأمد أسود جدنيس أن أسوا الله تبارك الشيء كذا يدي ونكسنيد يسحابي جيل كأها ثم ما من مثال تيرك تيرك من دول جحري معلم بالنبي قوي من سؤال شو ودي معلم كلام هذا كسر الله بطي ورمى هذا يساب يوري وحوري إن تقتل تقتل ذا دمين هذا ديش نديق له هدش وإن تنعم تنعم على شاكرين هذا السيد مارت إيمان قال سيدنا نن مغن تأييي قانو قيمة إلا هذا هاي أيانه يليه وإن كنت تريد المال هذا هانتي أبا هانتهينا فسل تعضى ويدي سهل وصية مركو صدح جرساك سعلي أي النبي عليه الصلاة والسلام مالكي صدحات ولا بنيك أبنو سمعنا يا أخلاق السحابة داونا يا السحابة تكريو نبي أدعيه وحول إني سكون عيان خير كم سيد كنبي كسعده وحين إني سكون عيو جوي ك قاب ك معاملات ك معاشرات ك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أي نبي ك كهذا ريان أرميه ودوبا يا مرك مسكح دي السماء كسوي دوبا يا وكفكر يا وقيمان يا وحب قيمان يا لما برد سكون درسنا يا مرك عسون النبي حيري أضلقوه ثم السيد يا مات ترفيه رحمة النبي فيري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلهي سبحانه وتعالى النبي سر رحمة بأسوداي رحمة أي النبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلام على أسوداي ولا سيداي ثم وأصبح وأسود نقاجي وحو الصعود وعبار وليمل تجه وبي يالان وبيك مارتي وبي وين أيضا مفرق مش كم مارتي وبي سكوي مادين أيو توي بكو قبيست والصوت ظاهر بركاس الصوت نقاجي إنه النبي عليه الصلاة والسلام وهي ماذا حق أي نبي السؤال عليه الصلاة والسلام الصقو بالفير هدف كيس حبيب جدير الكورة ليال الصقو مركاني كجو أنت هاي إنه التوحيد كي يا ربي نبدأ قيره ماشي ويبت و
wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh. laguma qasbin islaamnimadii, cid ku qasabta male. Saksiyadiisa markuu nabigu yidhi iska bax ee uu sii daayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, intuu baxuu soo qabaystay ayuu isagoo weliba muqtanice oo ku qanacsan islaamka iyo waxu islaamnimada iyo mabaadida caqiida amasihin indhihiisana ku daawanaya arkaayo saxaabada ridwaanullahi calayhim qaabka iyo mucaamalaadka iyo mucaasharaadka iyo nebiga ula dhaqmayeen, intuu soo laabto wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh. Su-aal baa la weydiiyey marka, warthumaamow saddex maalin baa tiirka muslimiinta ku xirnayd, nebi maxamed baa kuu yimid, wuxuu ku lahaa war maxaa islaysaa ii waran, markuu nebiga kula hadlay maxaa dacwadii kheyrka markii buu qaadan weysay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, wuxuu yidhi niyahu anigu maxabiis baan ahaa, anigu waxaan rabo yidhi islaamnimo haddaan qaadanayo anigoo iga soo go-day qalbigayga ilaah inaan qaato, ilahay waxaa isaga lahaa maaragtay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur. Islaamku waa cad yahay qasab laguma qofka inuu ilahay yaa hidaayadiyaa bixiyo, alhidaayatu biyadi raxmaan, maxbuus weeye waa lagu hayaa seefti, haddii laha islaam aslim taslim, markuu nabiga lahaa aslim taslim wuxuu ka waday dadkii buu dacwada si qabow oo degan oo qurux badan buu nabiga calayhi salatu wasalam u sameynayay. Bal waxaad garanaysaa wadamo dhan baa waxay kusoo islaameen ayagoon dagaal lagu qaaday, wadamo dhan baa waxay kusoo islaameen mucaamaladii iyo mucaasharaadkii muslimiintii ayadoona cid ku duusha jirin. Saxaabigaa jaliilka ah wuxuu yidhi anigu anoo maxabuus idin ah inaan islaamka qaato beri kamaa lagu caayo ee la yidhaahdo waxaa isagoo maxbuus oo islaamay ma dhacaysuu yidhi. Okay, markii buu soo baxay nebigu la hadlay wuxuu yidhi nebi allow, anigu ujeedkaygii wuxuu yahaa inaan kacbada maaragta tago oo aan soo barakaysto oo aan khayrkan soo qaato, diintaan ku socdayna waxay ahayd diintii markaas ama wuxuu caqiidu aaminsanaa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markiiba talow siiyey, wuxuu yidhi horta meeshaadi aad ma dhihi yaa nebiga waxaadi waa habaa-an manhuurane bax oo laabo. Nabigu wuxuu yidhi soo cumro maan soconaha, cumradaadi aad laakiin bishard, sharciga ilaahay subxaanahu watacaala iyo shareecadu ilahay igu soo dejiyey ee nebi maxamed nebinimada ilaahay igu doortay adoo ku dhaqmayo oo wadiiqadaas marayo bax buu yidhi, lau soo dhaqaajiyey. Weliba wuxuu baray qaabkii loo talbiyada loogu dhaqaaqi lahaa ee maaragtay labeyk allahuma labeyk, waxaa laya qofkii ugu horreeyey ee awood isagoo weliba isticmaalaayo oo aanan baqaynin aanan labalabeynaynin wuxuu ahaa baa layidhaha saxaabigan jaliilka ah. Markaasuu meesha ka dhaadhahay intuu istaagay, labeyk allahuma labeyk labeyka laa shariika lak labeyk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak, markiiba waxaa kusoo yaacay oo kusoo xoomay oo kusoo cararay. Markiiba odayaashii dadkii meesha joogay waxay ahayd wax lala yaabo, nin dhalinyarada ka mid a markiiba intuu maaragtay sahmigiisa la soo baxay ninkaba dirayaabo, oday odayaashii meesha fadhiya ka mid ahaabaa soo istaagay, wuxuu yidhi war niyaha u kaadi ninkaa ma taqaanaa buu yidhi, aad se maaragtay u qaadanaya sahmiga oo aad leedahay waa dilayaa. Markaasuu yidhi maya innahu thumaamatu bin wathala, wuu yidhi waa nin rayaba ma ah, wallaahi buu yidhi haddaad ninkan nuugar daraysatid oo aad dhib iyo dhibaato naga soo gaartiis waxaad ogaataa buu yidhi waxaa naqabsan doono oo nagu dhici doono in cunuqabateyn la saaro, in cunuqabateyn aan ku dhacno, in dhibaato nagu timaado, in ummadanada maaratay meeshii noo soo maraysa maaragtay sahaydu dhan ama dadka ganacsatayda ay soo marayeen hayama waad garanaysaa. Muxuu kula taliyay marka, ka leexdur ninkan waa loo tegay marka, war waxaa la yima diintaadii iyo ajdaad diintaada aabayaashaa kacab kasoo gaartay miyaad maanta ka tegaysaa baa la yidhi, diintaad kacab kasoo gaartay miyaad maanta ka tegaysaa oo maxaan idhahdaaye aad ku dhaqaaqaysa inaad dib u guratid. Wuxuu yidhi maya, bal ilaahay wuxuu u waafajiyey diinta xaqa ahayd. Wuxuu yidhi waxaadna ogaataan haddaad nebiga mucaarad ku haydeen maanta wixii ka dambeeya anigu nebiga aan la safanahay, wallaahi buu yidhi xabatu qamxin waa masago ama wax yar oo dee cuntooyinka markaasay cunayeen tan ugu yaran kasoo qaadne idiin soo gaari mayso ilaa aad xataa tabicu muxamadan ilaa aad nebi maxamed soo raacdaan can aakhirikum midkiinaidi kugu dambeeyo. Cunuqabateen buu saaray marka, cunuqabateen degdeg uu kusoo rogay dadkii meesha joogay. Bal fiiri nebiga calayhi salatu wasalaam sida qaabkii wanaagsan oo haddana dadkiisii iyo tolkiisii ceyriyey ee dhibaatada ku sameeyey ee weliba waxaad garanaysaa daaif nabiga intuu soo cararay salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo baxsanayo oo cararayo oo dhagax saa loogu wado oo dhiigii kasoo daatay madaxiisa ay gobadihii soo gaareen salawaatu rabbi wasalaamu calayh, dadka saa u galay ee magaalada maka oo ku koray kasoo ceeriyey oo kasoo qaxay ee madiina keenay
dhibkaas uu sameeyay nabiga haddana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuu dhibranayay sallallahu calayhi wasalam. Maxaa dhacay marka cunu qabatee buu markiiba soo saaray, waxaa ku dhacday dhibaataa timid, dadka warqad bay soo qorteen marka ay nabiga kula hadlayaan, ay leeyihiin ehelkaagaa nahay, qaraabadaa nahay, raximkaa nahay, waxaadna ogtahay ood ballan qaaday inaad raximka xirisa, diinta aad sheeganaysidna waa diin diin maaragtay raximka iyo qaraabada iyo tolka iyo dadka wanaagsanna xiriniso. maantaba waxaad raalli ka tahay in cunuqabateynka uuna saarnaado oo dhibtahay dhibaataa nagu dhacdo. Nabiga ilaahay waan soo sheegay dhowr jeerna, ilaahay raxma u saaro, ma arsalnaaka ilaa eh ilaa raxmatil caalamiin. Markiiba waa gaala ma dhihin, isku caqiidaanahay ma dhihin, sanam bay caabudayaan ma dhihin. Markiiba salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu u furay eeg walaalyaalow, markiiba wuxuu u furay inuu warqad u qoro thumaama uu yidhaahdo, waxaan kaa codsanayaa inaad ka qaadid cunuqabateynka aad ku haysid maadaama aad lajli marka horeba anigoo daraaddeed u saartay, maantana kaga qaad inaad maaragtay cunuqabateynkaas ka qaad. isla markiiba cunuqabateynka buu qaaday xaafidan licahdi nabiyihi, isagoo xifdinaayo cahdigii iyo heshiiskii uu nebi maxamed la galay calayhi salaatu wasalaam. markiiba saxaabigan jaliilka walaalyaal markuu saas sameeyey ee taa ku dhaqaaqay, nebiga way ku farxeen bilxaqiiqa, aad bay ugu farxeen, lianna meel dhibaato kaa haysatay marka lagaa faydo xataa qofku u farxayaa wey, xataa qofka haddaa isku caqiide ahayn dhibaato ku haysa adigu maanta adoo tuug uu qori kugu hayo inuu ku dilan rabo, hadduu qof inta kaasoo galo uu kula war ka leexo oo kaa cararo, alxamdulillah baad leeda walaalyaal. fahakada diinteennu waa diinu salaam, waa diin nabadgelyo, waa diin aanan ka argoosi lahayn, ka argooso ka maantaad ka sarreysaaye limintaada ka faa-iiso, diin qabta ma aha. waxaan kusoo gebagebeyna wala gebagebadii guraanidkan marayaay, waxaan kusoo gebagebeynayaa saxaabigan jiilka marka qaar baa ridoobay, waxaa ridoobay ree nin baa soo baxay nabinima sheegto musaylimatul kadaab la yidhaah, oo le aniguna nebi baan ahay, aniguna nebi kalaan ahay wey, isku qabiil wey. marka wuxuu sameeyey si xigmadaysan buu sameeyey, tolkii buu ka dhex istaagay, wuu la hadlay, iyaakum wahaada almar, arrinka waa idinkaga degayaa buu yidhi. ninkaa nebi ma aha, xikmad cajiibana uu isticmaalo dadka uu ku qanci kara. wuxuu yidhi innahu laa yajtamicu nabiyaani fii waqti waaxid, ma dhacdu yidhi laba nebi inay hal mar soo wada baxaan taariikhda diimihii naga horreeyana ma dhicin, diintaana ma dhacayso. ilaahay hal nebi buu soo dirsadaa, nebi uu ilahay soo dirsana waa nebi maxamed saadiqu maaragtay uu ilahay subxana wa tacala diinta tan iyo khayrka usoo dhiibay. wamaa yantiiqu cala alhawa, iskamana hadlaji nabiga calayhi salatu wasalaam. wa anna muxamada rasuulu llah, nebi maxamed waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. laa nabiya bacda, nebi ka dambeeyana ma nabiga calayhi salatu wasalaam. walaa nabiyun yushraku macahu, nebi shirko kula noqon karo arrinkaasna male. fi suurati ghaafir awaa'ilkeeda oo ilaahay subxaana wa tacaala ay towxiidkana ka hadlayso ee waxdaaniyadana ka hadlayso ay ku dul akhriyey. bilxaqiiqa saxaabigan jaliilka ah islaamnimadiisu way wanaagsanaatay, ee wuxuuna ku dhintay isagoo maaragtay muslim ah oo caqiidiisu ay tahay caqiida maaragtay caqiida nabiga ama nebi maxamed ka shaalqatay calayhi salaatu wasalaam. jaza allahu thawaata ibnu thaal cala alislaam walmuslimiina khayran, ilaahay subxaana wa tacala thawaa ibnu thaal ha ka abaalmariyo muslimiinta khayrka usoo qaaday u keenay. wa akramahu biljannati alatii wacadaha almu'minuun, ilaahay subxaana wa tacaala jannadii uu mu'miniinta u ballanqaadayna ha ka waraabiyo. intaasaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka inaga bara saxaabi iyo saxaabigii jaliilka ahaa Thumaamatu ibnu Uthaalin. insha allahu tacaala waa inuu kulan dambe oo xisale iyo barnaamij kale oo saxaabi kale aan ayadan insha allahu tacaala usii taxabi doono. waxaa idinkaga tegayaa fii amaanillah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.